وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة هذه الرابطة العلوية. إن هؤلاء لا بد للواقف على أخبارهم أن يكون في إعجاب بما يقومون به من خدمة، وبما يقومون به من إرشاد، وبما يقومون به من غيرة على الشريعة. لا شك بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم إخواننا إلى هذه الكلمة والخاطرة التي أبثها لكم من العاصمة جاكرتا. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة هذه الرابطة العلوية التي تعنى بشؤون السادة آل أبي علوي وأبنائهم من الناحية الاجتماعية والعلمية، وملاحقة إثبات أنسابهم وإعطائهم هذه الأوراق التي تذكرهم بأصولهم. إننا عندما نطالع في أخبار هؤلاء نجد أنهم على خير عظيم ونفع عميم، وأصول هذه الدعوة هنا يعود إلى قرون قديمة، وتعرف هنا كلمة والي سونغو بالأولياء التسعة، وهم من السادة نشروا العلم والهدي في هذه الجهات كلها. وقد جئت في 12 من صفر الحالي لحضور المؤتمر العالمي الصوفي، وكان 3 أيام، ثم كان الحال مناسبا إلى أن أتجول في كثير من الجهات في جاوة، فدخلت العديد من هذه المدارس وهذه الأماكن التي تعنى بالعلم وتعنى بالأمور التي تنفع وتربي في هذه الجهة، وكنت في غاية السرور. هذا الأسبوع الثالث وأسافر اليوم إن شاء الله، وأنا في ذكريات كثيرة من هؤلاء وجهودهم وأعمالهم ونشاطهم الواسع وما تقوم به أيضا حتى الجمعية، جمعية نهضة العلماء، أيضا كثير من النشاط والتعليم. بالأمس زرنا الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس، قال لي: أنا سني الآن 96 عاما، وأخذ يتكلم عن أهله ويتكلم عن شيوخه، وهو في ذهن الحاضر أمتع الله به، هكذا شأنهم رحمهم الله تعالى وبارك في من بقي. حديثهم كله ذكريات عن العلم وعن التعليم وعن التربية وعن الدعوة إلى الله تعالى. وقبل قليل أيضا زرنا العالم المفسر السيد المبارك قريش شهاب، نعم، وله تفسير كامل للقرآن الكريم، وهو من وجوه هذا المكان. إن هؤلاء لا بد للواقف على أخبارهم أن يكون في إعجاب لما يقومون به من خدمة، ولما يقومون به من إرشاد، ولما يقومون به من غيرة على الشريعة. لا شك أننا في حاجة إلى أن نعنى بهذه الأصول ونتعرف على جهد هؤلاء الذين ملأ أبناؤهم هذه الجهات وانتشروا في كل مكان، ولا ومعروف بأن هذه الجمهورية تضم
أكثر أعداد للمسلمين في بلد واحد، بورك في زراريهم وهم منتشرون بأنسابهم المعروفة من أهل السقاف وأهل العيدروس وأهل العطاس وأهل الحبشي وأهل شهاب الدين وأهل القدر إلى غير ذلك من هذه الأسر المباركة التي تنتسب جميعا إلى دوحة واحدة، جدهم الأعظم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن أحصي في هذه العجالة ما رأيت من صور كريمة، وما رأيت من هم وغيرة على هذا الإرث، ونحن نتكلم في قناة الإرث. فأدام الله هذه الجهود ونفع بهذه القناة وأدام هذه البرامج النافعة وهذه الدروس الماتعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعمم نفعها في كل جهة، وأن يجعلهم قرة عين لسيد الكونين فيما يقدمون. وهذه الرابطة التي نتكلم في بنائهم لها جهود عظيمة، وكان إنشاؤها قديم من سنة 1928، وزين جدارها الداخلي صور أولئك الذين قاموا على إدارتها من هذه السنين الطويلة. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يديم نفعهم وأن يحفظ بلادهم ومقبلون على ما هم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم الفتن وأن يزيد في ترابط هؤلاء الأسر، وأن يزيد في الحرص على عقيدتهم وأخلاقهم ومتابعتهم لنبيهم وجدهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ذلك، وأن أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، ولكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.